طب انا عندي سؤال بقى، يعني لان انا يعني مش عارفه هل المقوله دي صح ولا غلط. بيقولوا ان معظم الناس ان لم يكن كلنا عندنا بنسب مشاكل نفسيه، يعني مفيش شخص سليم 100% او 100%. هل ده حقيقي؟ هو طبعا، لان دلوقتي كميه المشاحنات والمشدات، وانا لو قعدت مع حضرتك اصلا وحضرتك حكيتي لي مشكله، انت بتشحنيني طاقه سلبيه بتتخزن عندي في عقل الباطن، فانا ببتدي احس ان الحياه سودة. يعني انت ممكن من طريقه الكلام، احنا لازم نحافظ على كلامنا مع بعض ان هو ما يبقاش نيجاتيف قوي للدرجات دي، لانه بيأثر زي ما هو بيأثر عليا وبيأثر على حواليا وبيأثر على حتى اللي بيسمعني. صحيح. ده غير ان احنا لايف كوتش، يعني احنا بنعرف نتعامل مع نفسنا. ده في سؤال جاي بقى، ازاي بتقدروا تسمعوا كم النيجاتيفيتي دي وبرضو يعني انا هقول لحضرتك، فهو انه ان لازم انك انت تدي لنفسك انه لا ده بكره احسن، انا هقدر ان انا اكمل ده. فاحنا كلنا عندنا مشاكل، انا ممكن يحصل لي مشكله صغيره جدا في الشغل هي قفلت لي يومي وقفلت لي الاسبوع بتاعي، فانا محتاجه اتكلم مع حد بس يزود لي ثقتي بنفسي شويه، يزود لي ان انا هقدر، انه يديني البوش ان انا اقدر اعمل كده. احنا بقى اللايف كوتش بنعمل ايه؟ احنا لازم نقعد مع نفسنا، لازم نعمل سيلف هيلينج، ان احنا كل ورا كيس انا لازم اعمل مديتيشن قبل ما اجي لكم هنا، انا لازم اقعد مع نفسي اعمل مديتيشن، اعمل ميوزك، اسمع ميوزك معينه، اعمل تمرين النفس، ابتدي اصفي ذهني عشان لما اعرف اجي اتكلم فانا ابقى مسترسله وعارفه، ما يبقاش عندي حتى توتر. يعني صح، ده بالصدفه لنفس التكنيك اللي بنستخدمه انا والهوند قبل ما نطلع الهوا اللي انا سمعته من حضرتك في الفاصل ده. انا فاصله بجد، يعني بصي احنا طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. احنا في زمن نتيجه اسباب مختلفه بقى في محبطات كتير محاوطه الناس، جزء كبير منها هتلاقيه طبعا ماشي بسكه ضيق ذات اليد، ان انت عندك مطلوب منك مسؤوليات كتيره ويمكن امكانياتك او دخلك مش كافي، ده بيهد جبال وبيهد رجال. حل النوع ده من المشاكل اللي هي عامه اللي هي موجوده عند ناس كتير، انت ممكن تلاقي شعب كامل مش في احسن حالاته، والكلام ده حصل الفتره دي بعد كورونا وبعد انعكاساتها السلبيه على ارزاق ناس كتير وعلى اشغال ناس كتير. بتهندلي النوع ده من الاحباطات اللي موجوده عند الناس ازاي؟ اني انا لازم اذكر كل النعم اللي ربنا اداها لي. انا اول ما افتح عيني الصبح كده انا احمد ربنا ان ربنا اداني فرصه لبدايه يوم جديد اصلا. وما اعملش فوكس على اللي ناقصني، انا احمد ربنا على اللي عندي. قصه الحمد هو لما بنيجي نسبح هي مش قصه عدد، هي قصة ان انا بستحضر اللفظ نفسه او الحمد نفسه، ان انا بخلي طاقته تمليني. فانا لما هعمل الطريقة دي انا الرضا هيدخل قلبي، فطول ما الرضا دخل قلبي وانا عندي يقين قوي جدا ان ربنا اقرب ليا من حبل الوريد، اي حاجة في الدنيا اول ما هجيلي مشكلة هقول انا ان شاء الله الحل من عنده. بس ده مرتبط بحجم تدينك، حجم يقينك وحجم ايمانك وقوته. ما هي المشكله ان يعني الايام دي احنا شويه مع الهزات اللي عندنا دي شويه انجرفنا بعيد عن ربنا شويه، مش بقول ان احنا نبقى متزمتين ابدا، لكن احنا لازم نفكر نفسنا طول الوقت انه ربنا مدينا نعم كتير قوي، انا احسن من غيري بكتير قوي، انا الحمد لله ربنا ساترها معايا الاقي لقمه صغيره باكلها. لو الكونسبت ده عرفنا نمشي عليه بس بجد من قلوبنا الدنيا هتتغير. على فكره هو الفكره بس لو دخلت عقلك وترسخت في قلبك وحصل فيها استمراريه، انت هتلاقي تغيير كامل جدا في حياتك وانت مش عارف هي اتغيرت ازاي، لانه انا عند حسن ظن عبدي بيه. فانا طول ما انا شايف ان انا متذمر فانا ماشي في دايره مغلقه عمري ما هطلع منها. لكن لما كل يوم هحفز نفسي وابتدي بالاستغفار وبالرضا، فانا بطلع بحلزوني، فهلاقي نفسي ان انا في يوم عن يوم بيجي لي فكره، هاخد كورس، هزود، هعمل حاجه جنب بالزبط. شغلي، فانا بالزبط. كل يوم هلاقي نفسي ان انا بطلع درجه عن درجه. ده هتبقى كمان اتطبقت حقيقه ان قلب ذكر الله يطمئن القلوب. ده حقيقي، يعني فعلا عندك حق. ده